ليست بالتسوية ولا بالهدنة ولا بالمصالحة، بل هي اتفاقية الهدف منها إخراج من تبقى من الثوار المحاصرين في حمص القديمة. الاتفاقية التي جرت بين الجبهة الإسلامية ونظام الأسد بوساطة دولية، والتي عرفت باتفاقية حمص، كان من بنودها إطلاق سراح 30 من أسرى الجيش والشبيحة الذين قبض عليهم في معارك سابقة، مقابل إخراج حوالي 2000 من أبطال حمص الذين صمدوا لأكثر من سنة ونصف في مدينتهم القديمة. معاملة يعني مثل الأخوة، جد يعني بصراحة كان معاملة ما توقعناها خالص. نحن أول ما صارت يعني مثل التجيش الإعلامي خفنا كثير، ما توقعت. أنا من أول ما مسكوني توقعت أنه ساعة وبيخلصوا علي، والحمد لله لهلا ما تعملنا إلا أحلى معاملة مثل الأخوة، ولا حدا أذانه ولا حدا غلط معنا بشي. يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية حصلت نتيجة ضغط حكومة طهران على النظام، حيث كان من ضمن المفرج عنهم امرأة إيرانية قبض عليها في المناطق المحررة في فترة سابقة. التنسيق الكبير ما بين حمص وحلب واللاذقية أعطى الجبهة الإسلامية قوة سياسية، وأبرزها على أنها ند كبير للنظام. ورأى مسؤول الجبهة أن ما حصل هو انتصار سياسي للثورة حين رضخ النظام لشروط إخراج الثوار المحاصرين. أخي، هو ليس نصر النظام، مجرد ثبات الأخوة في حمص على مدى عامين. ماذا انتصر؟ على ماذا انتصر؟ حول الأحياء المحاصرة إلى ركام، إلى رماد، لم يتبقى شيء في حمص. هذا أنا أعتبره نصر للثوار. المنتصر يجبر خصمه على تسليم السلاح. الإخوة فرضوا شروطهم، خرجوا بسلاحهم وإلى المناطق التي يريدونها، وهو نقلهم في سياراته، وأكثر من ذلك بل أمن لهم الحماية. أي نصر يتحدث عن أي نصر؟ إذن ثوار حمص اليوم يخرجون من مدينتهم كما خرج رسول الله من مكة، ليعود بعد ذلك فاتحا. سيد باشا من معبر بستان قصر، مدينة حلب.